نعم في يا حبيبتي، شفتك ماشيه ايضا، انا قلت اجي اطمن عليكي. حلوه يا اختي وزي الفل اهو. كنت عند عبده مش كده؟ ده انتي مراقباني بقى. لا والله ابدا، انا كنت واقفه لا كنتي ولا كنا. عايزه ايه اروح على المسا عشان انا يا اختي روحي في مناخيري ومش طايقه نفسي. امك كانت عايزه ايه؟ ده انا مكتوبه لك بقى. في ايه يا بت؟ مفيش حاجه والله، انا جايه اطمن عليكي. الله مالك يا ليلى، ما احنا ملناش غير بعض برضو. طب خشي. وانتي مش بتخافي عليا؟ انا برضو بخاف عليكي ويهمني مصلحتك طبعا. والله ما عارفه اقول لك ايه. اقعدي بس قولي لي، فضفضي لي وطلعي لي كل اللي في قلبك يا حبيبتي. مش مطمنه. لمين؟ لعبده. تصرفاته كده مش مريحيني، وكل ما ابص في وشه قلبي ياكلني. ايه ده، هو عايز يخلع ولا ايه؟ يخلع من مين؟ ده يخلع دروس ولا يخلع من ليلى؟ طب امال ايه؟ انا بس مش عايزاه يطول، عايزاه ينجز، وبصراحه كده عايزه احس اني خدته تحت بوقتي. طب خلي بالك بقى، اللي حصل ده ممكن يخليه اخر، ما هو اكيد مش هيفكر في جواز الا لما سيده يخف. دي مصيبة ايدي كمان، بس ليها حل. انا مش هرتاح ولا يهنالي بال غير لما اكتب الكتاب. طب وامك؟ مش هتقدر تعمل حاجة. ليلى ما حدش يقدر يقف قصادها، وطالما نويت اتجوز عبده يبقى هتجوزه.